أحبائي وأخواني وأبنائي أهل الكويت الأوفياء، إن قلقكم يتعبني ويؤلمني، فكيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين؟ وكيف يهدأ لي بال إذا كنتم قلقين؟ أخواني وأخواتي، لا يمكن أن ينجح القائد في مهمته إلا بتعاون شعبه تعاونا حقيقيا، وإنني لأتطلع إليكم ملء الثقة أن نضع أيدينا مجتمعة لبدء عصر جديد. إن ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها، وهي ثروة لا تعادلها أي ثروة، فهم عماد المستقبل وأمل الوطن، على سواعدهم تبنى الإنجازات. فالكويت هي التاج الذي على رؤوسنا، وهي الهوى المتقلقل في أعماق أفئدتنا، فليس في القلب والفؤاد شيء غير الكويت. صونوا أمكم الكويت، فلن تجدوا لها مثيلا أو بديلا، وحافظوا عليها واحفظوا نعمها تحفظكم.